يقول السائل: إذا كان تفسير ليلة القدر على أساس أنها ليلة التقدير السنوي، فكيف نوفق بين هذا التفسير وبين ما ورد في الحديث الصحيح أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ هذا السائل ما انتبه للكلام، ما تنبه. نحن بينا هذا وقلنا الله قدر المقادير وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة. هذه المقادير العامة، المقادير العامة. أما التقدير الذي في ليلة القدر فهو تقدير خاص بالسنة، تقدير خاص بالسنة، وهو مأخوذ من التقدير العام. هناك التقدير الذي يكتب على الجنين في بطن أمه أيضا، من أين يؤخذ التقدير؟ يؤخذ من التقدير العام الذي في اللوح المحفوظ، يؤمر بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، من أين؟ من اللوح المحفوظ. فالتقدير العام في اللوح المحفوظ، والتقادير الخاصة كلها تؤخذ من التقدير العام. نعم.